السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفوا ليكزامبل ديالنا تاع لي زانستريكسيون دونتخي سورتي باش تزيد توضح لكم الصورة. وغادي ندخل في هاد ليكزامبل واحد، ندخل شوية لونغ سي باش شوية تفهموا. الور هذا هو الالغوريتم ديالنا، سميتو الالغوريتم ابن طفيل. فاريابل اكس عطيتو شي بونتي، واحد المعلومه ان هذا الالغوريتم راه ماشي جبتو ماشي تبريد ولا شي حاجه، الالغوريتم راه حطيتو بطريقه عشوائيه غير باش تعرفوا الدور ديال اكرير ولير شنو هو، باش تبداو تخدموا بهم ابخي في التمارين، بحيث ما كنتيش عارفهم راه مايمكنش دير، مايمكنش شي بروغرام ما فيهش ديرو اكرير، ضروري الاساسيه ديال الالغوريتم هو ديرو اكرير، تعرفوا الدور ديالها بطريقه هي هذه. الور نبداو الالغوريتم من طفيل فاريابل اكس لو شيب ديال اونشي ديبي ف. اول حاجه كيف ما قلت لكم في الدرس السابق، ها هو دخلوا له صغروه، سوري راح نصغروه، ها هو هانتوما هذا هو الدرس السابق. كيف ما قلت لكم الدور ديال الاكرير انه كيخلينا نوري واحد الرساله اللي كتوجد بين المعقوفتين، بين المعقوفتين كتخلينا تبان لنا في لاكرا، يعني نشوفوها في لاكرا، هذا هو الدور ديال الاكرير. كيف ما كتعرفوا واحد المعلومه خصكم تعرفوها ابخي نقولها لكم على اكرير. المهم هذه هي الرساله اللي بغيتها، هي اونتخي لو نوبل. انا درت واحد الالغوريتم تدير لي واحد الرساله تبينها للمستعمل هو اونتخي لو نوبل، هذه رساله غادي تبان للمستعمل هكا، غادي اقسم اتبان هكا، اللي حطيت شي وسط معقوفتين غادي يبان. هذا هو الدور ديال الاكرير. انا درت لكم واحد البرنامج بلوات سي كيحاكي، يعني شدي الالغوريتم كله وترجمته للغه سي، وهادم غير باش تفهموا مزيان وصافي. هذا هو البرنامج ديالنا كيف ما كتشوفوا، البرنامج هذا النت اللي صايبته انا دابا كيقول للمستعمل اعطي لي واحد الرقم اونتخي لو نومبر، لو نومبر بطبيعة الحال خصو يكون اونشي. هذاك الرقم اول حاجة غادي يشوف المستعمل رسالة، حيت علاش يشوفها؟ حيت هي في اكرير، اكرير دورها هي انك تكري الرسالة للمستعمل. غير واحد الحاجة، دابا المستعمل خصو دابا في هاد المرحلة ملي غادي يقرا هاد الجملة اونتخي لو نومبر، يعني هو يفهم انه خصو يدخل واحد الرقم، يفهمها غير غادي يفهمها هو المستعمل، غادي يبغي يدخل هنايا، غادي تايا باش هو يبغي يدخل، انت غادي تعطي الكمبيوتر الامر بلير، تقول له ملي المستعمل يدخل واحد العدد، هذاك العدد شدو وخشيه دير له وخشيه في اكس، في المتغير اكس، يعني بحال اللي كدير له لافيكتاسيون بطريقه غير مباشره. لافيكتاسيون كتجي كدير اكس كتمشي نيشان واحد العدد، مي دابا لا، دابا انت اللي كطلب المستعمل انه يعطي الاكس هذيك القيمه. الله اكبر، انت اللي كطلب المستعمل يعطي الاكس هذيك القيمه، يعني دا كتستعمل هاد لير كتقولو في الاول اونتخي لو نومبر، هو المستعمل كيفهم راسو انه يدخل واحد العدد، ابخي ملي يبغي يدخل هذاك العدد انت كتعطيه لير اكس، هو هذيك القيمه اللي كيدخلها هاد لير كتشدها وكتخشيها في اكس وصافي. دابا ولا مبقاتش عندنا اكس عبارة عن متغير بعد قيمة، دابا بواسطة لير ولا عند اكس واحد القيمة كتبقى في الذاكرة ديال الكمبيوتر. دابا اكس هاي دابا اختار القيمة اللي كتبها ليها المستعمل في الكمبيوتر. الانستركسيون الثالثة اكرير لو نومبر اي اكس، هذه هي الانستركسيون الثالثة. كما قلت لكم الاكرير هي كتبين لك غير هو واحد الحاجه، نكملوا في البرنامج ديالنا. راه درت لواحد البرنامج، درت لواحد المحاكاه باللغه ديال السي باش تفهموا. الور البراتيك ديال البراتيك ديال هذا ديال ليكزامبل هو هذا، اونتخي لو بخومي نومبر، هي اونتخي لو نومبر، اونتخي لو بخومي نومبر، ندخلوا مثلا واحد العدد هو سبعه، سبعه كيف السي. عاوتاني واحد الحاجه كتحاكي اكرير ولير، مثلا في السي عندنا اكرير هي برانت اف ولير هي سكان اف، كتشوفو كتب سبعة، هو لير يشد هذيك سبعة اي خشيها في المتغير اكس،
هو خشاها، ولكن عاد من خشاها ما كيظهركش رسالة، كيخشي هذاك الشيء في دماغه، وعاد كيجي كيخدم الثالثة، كيخدم لانستركسيون الثالثة اللي هي هذيك كما قلت لكم لانستركسيون اكرير، داك الشيء اللي كاين فيها كتكتب في داكرون. غادي نشوفوا شنو فيها. فيها مثلا لو نومبر اي دو بوا اكس، كلاحظوا هنا ما كتبلكش اكس، ما كتبش هادشي حرفيا. واحد المعلومه خصكم تعرفوا، ان هو الاكرير كتبغي تكتب شي حاجه حرفيا كدير هاد جوج شرطات، هذا ديك يومي كديرهم باش يكتب لك داكشي حرفيا. مثلا اكس وكان فوقها يومي، يكتب ما كاينش يكتب هنا سبعه، كان يكتب اكس، يعني انك خصك تخدم من هاد القضيه هادي اللي هو مازال لك منا، اللي هو انه لو نومبر اي دو بوان، هاي تكتبش كيف ما هي بحيث عندها دو يومي. درنا واحد فيرغول، هاد فيرغول بحال كتعني زائد، بحال كتعني ضيف لي هذا مع هذا في جمله واحده. هاد فيرغول درت شي فيرغول في وسط الاكرير كتعني ضيف لي هاد الجهه هادي مع هاد الجهه هادي، غير هو اكس ما درنا ليهاش دو يومي الفوق. علاش؟ باش تعوض بالقيمه الاصليه ديالها. هادشي علاش، يعني دابا اكس ما غاداش تعوض باكس، اكس غادا تعوض بالقيمه اللي دخلها اول، اللي دخلها مستعمل في المره الاولى، هي اللي دخلها المستعمل، وحنايا شدينا هذيك القيمه بلير خشيناها في اكس. يعني في الاخر درنا اكري لو نومبر اي وخرج لنا 7 هنايا، عوض اكس بالقيمه ديالها و سي جو. ها هو بلونغاسي، صيفطو بلونغاسي البرنامج هذا، شي حاجه شي هو نفسه، غير كيف ما قلت لكم الالغوريثم راه ماشي لغه برمجه، راه ما عندهاش بروغرام ديالها اللي كدير بها البرامج عبر في الكمبيوتر. ها هو صيفطو بلغه سي، نشوفو هنايا انتما كتشوفو درت جوج متغيرات. لا داعي لهاد المتغير هذا، درت هو ماشي داعي تفهموا هادشي اللي كنقول دابا في لونغاسي، هادشي غير محاكاة. انا شديت الالغوريثم، كيف قلت لكم الالغوريثم ماشي لغة برمجة، شديتها ودرتها في لونغاسي باش تشوفوا كيفاش في البيست كيتصايب داكشي. هاشا برانش اف، برانش اف كتساوي اكرير، كيف قلت لكم هاي برانش اف كتساوي اكرير، الرسالة كتظهر هاي ظهرت. سكان اف كتساوي لير، يعني دابا من المستعمل غادي يدخل غادي يشوف هذه، غادي يبغي يدخل واحد القيمه، هاد سكان اف كيشد هاد اكس وكيشد ديك القيمه داخل المستعمل وكيخشيها في هاد اكس اللي هي كيف ما هادي. هذاك المستعمل كيخشي واحد القيمه هنايا اللير اكس، هاد اللير كيشد هذيك القيمه وكيخشيها في اكس. وعندكم باش ديروا شي يومي في اللير خاطئه، ديروا لها يومي لا والو. تاني حاجه اللي هي اكري الثانيه، انا خليت واحد الاسباس هنا، وهي اكري الثالثه لو نومبر اي وعوضت اكس. كتلاحظوا راه ما درتش لي يوم هنا، راه فحال فحال تقريبا نفس هادشي اللي كاين. هذا هو البرنامج، ها هو البرنامج، هو هذا اونتخي لو نومبر 8. انا درت برنامج بسيط، هذا برنامج كيظهر واحد الرساله وكيطلب من المستخدم يدير واحد العدد، وداك العدد كيبان له في النتيجه لو نومبر اي سي جو. بغيت بلا تكونوا فهمتوها، واخا هي صعيبه شويه باش تشرحها وطلبات مني شويه الوقت وداكشي. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوها، ولكن عندكم شي اسئله ولا شي حاجه خليو لي شي كومونتيرات لتحت في يوتيوب، ولا في الصفحه ديال الفيسبوك، ولا عبر الموقع. هادشي كاين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.